عندما أجلس أمام مكتبي يطل علي مشهد البحر، يحاورني، يدعوني كي أمسك بالقلم وأسجل حكاياته. هذا بحر بيروت، البحر الأبيض المتوسط، البحر الذي حملهم فوق أمواجه إلى المقلب الآخر من الكرة الأرضية، بحر الهجرة والغياب. وتعود إلى سمع الترانيم الحزينة تتردد فوق شفاه الأمهات والأباء في جورة السنديان، ويا بحر هدي الموج فيك إحبابنا. في لبنان قامت نهضة قوية بالنسبة للمجتمع النسائي، لأن المرأة لم تكن تأخذ حقوقها إن كان في السياسي وإن كان في المجتمع، فكان عليها أن تناضل وتجاهد في أكثر من مجال حتى تتقدم، وتقدمت. ثم بدأت تخرج المرأة وتؤلف جمعيات. هذه الجمعيات انضم إليها رعيل كبير من رائدات، هن اللواتي بدأنا حملنا المشعال وبدأنا النهضة النسائية التي هي مستمرة حتى الآن في كل العالم العربي. والحمد لله أني وصلت إلى هنا، إلى لغات أخرى وإلى حضارات. جوتي أتعلم منها أكثر مما أقدم لها. أنا هنا أحب أن أشكرهم وأقدر هذا التقدير لفلاحة جاءت من قرية في جنوب لبنان، هي اليوم على منبر معهد جوتي، المعهد الراقي جداً والعالمي.